وهم برضو يمكن ده حظي كويس برضو، لان هم بيقولوا اللي شافوه اللي يعرفوه انه الله يرحمه في اخر ايامه كان عدواني. كانت التجربه اكتملت، وهو انت عارفه بيرم ده كان بيحارب معركه الشعب العربي لوحده لوحده، ما كانش لسه فيه بقى ولا تنظيمات ولا احزاب ولا عبد الناصر ولا انت فاهمه ولا الاعلام ده ولا بتاع. وكان بيرم ده بيبقى في المنفى في الملك نفيف وبيشتغل شيال في المينا بتاع مارسيليا، ويكتب قصيدة الشرق ويقول يا شرق فيك جو منور والفكر ظلام، وفيك حرارة يا خسارة وبرود أجسام، فيك 300 مليون زلمة لكن أغنام، لا بالمسيح عرفوا مقامهم ولا بالإسلام، هي الشموس بتخلي الروس كده هو بدنجان. هذا الفنان العبقري، هذا الانسان العربي العظيم، الشاعر الكبير قوي 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 ده، حارب معركته لوحده، وبعدين لقي نفسه في النهايه خلصت الحدوته، حصلت الثوره وليه وهو بقى مهمل، كم مهمل. فيبدو انه كان عدواني، كويس ان انا ما شفتوش في الحاله دي، لان كنت يمكن ده كان هز صورته في جوايا. نعم، بيرم ده شيء اذا لم تلتقي مع بيرم التونسي ابدا مع الاسف من سوء حظي.